درست الماجستير، حصلت على الدكتوراه الفخرية من هيئة الأمم المتحدة، وكنت أول سفير نوايا حسنة في الشرق الأوسط، ولا زلت أتعامل مع هيئة الأمم المتحدة كسفير، كأول سفير نوايا حسنة في الشرق الأوسط في الفترة السابقة. والآن الحياة فعلاً تعلم الإنسان كيف ممكن أنه يتقدم خطوات وليس خطوة. الدنيا علمتني الإصرار والبعد عن الفشل وعدم الفشل تماماً، ولا يعني الفشل دائماً أتركه خلفي وأتعداه. الإصرار مهم جداً، الأهداف ورسم الأهداف للإنسان. أنا ما أرسم هدفي إيش حعمل هذا الأسبوع ولا هذا الشهر ولا وين حروح، لا، أنا أعطي لنفسي سنة، خاصة في سنكم مرحلتكم، أعطي نفسي سنة، أنا السنة الجاية إيش حكون، والسنة اللي بعدها إيش حكون، والسنة اللي بعدها، يعني لتسي ثلاث سنوات، إنه أعتبر خطواتي ثلاث سنوات، ولازم أمشي على هذا الخطة والهدف. إذا رسمتها أنا لابد أني ألتزم عليها. لذلك أنا مبسوط جداً أني عرفتكم، مبسوط جداً أنه شاركت في هالبرنامج الرائع اللي يعكس الخبرات للشباب عموماً وللمجتمعات في كل المجالات، وأتمنى لكم التوفيق، وشكراً للوقت الجميل معاكم، وشكراً لذوقكم، سعيد فيكم.